محمد هو الوحيد اللي مراته ما تتزوجش من وراه من بعده، يعني لما يموت فضلت عائشة وهي صغيرة في السن ما تقدرش تتزوج من بعده، لأنه ده هو محرم عليهم يتزوجوا من بعده. هو من معلش بس معلش سؤال بس، وانت هل عائشة رضي الله عنها اشتكت لأمك ان هي اتجوزت من بعدها، بتتجوز من بعده او ما تتجوزش من بعده؟ هل اشتكت لك أم المؤمنين عائشة يعني مثلا؟ نوع بشر تاني، يعني ايوه مصنوع معجون من طينة تانية، انتوا ما تقدروش، مفيش حدكم، مفيش حد فيكم يقدر يملك نفسه مثل ما الرسول، يبقى هو يحق له ما يحق ما لا يحق لكم. طب ايه رايك بقى، انا ان شاء الله في الحلقه دي النهارده انا بس مش بس كده هبين لك انه محدش فيكم يقدر يملك نفسه زي الرسول، ده انا هبين للناس كلها امام الناس ان محمد صلى الله عليه وسلم ما فعلا يقدر يملك نفسه، عنده اخلاق احسن من الرب بتاعك. ما تستعجبش، ايوه اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم افضل من اخلاق ربك يا رشيد. أول شيء أنا عايز أقوله للمتابعين جميعاً في هذه أو في التعليق على هذا الفيديو، أول حاجة عايز أقولها، الناس اللي داخلين دوماً دوماً مالناش دعوة بحد، مالناش دعوة بحد يا عمي، والله وبالله وتالله لو كان خلاف عقدته الفرغة فعقدته والله ما كان ليا دعوة بيه، بس بما إنه يتطاول على الإسلام، بما إنه يهاجم الإسلام، بما إنه يهاجم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي نعله أفضل من رشيد ومن عقيدته كلها، افضل من زكريا بطرس ومن عقدته كلها، فهم البادئين يتحملوا ما يجرى لهم، هم البادئين. النقطه الثانيه، لو لم يهاجموننا والله ما هاجمناهم. لا لا، انت من قال لك اصلا انا بهاجم؟ انا مش دعوه بالمسيحيين بصفه عامه، المسيحيين كمسيحيين مش دعوه بيهم. ليه يا عمي انا مالي؟ ويقول لي يسلموا يا عمي، يسلموا ولا ما يسلموا مش شغلي، انا شغلي وده هدفي اللي انا داخل له الفيسبوك او اليوتيوب او السوشيال ميديا كلها، الرد على المتطاولين على الاسلام المعروفين عندهم المشاهير بتوعهم، الرد عليهم مما يعتقدهم دعسا وفعصا. واضح واضح. واحد بيقول لك محمد اللي ما يحقش لزوجاته ان هم يتجوزوا من بعده. طيب بالراحه وتيكت ايزي مان، واحد في شريعتنا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم أمهات لنا، أمهات للمؤمنين، والقرآن يقول وأزواجه أمهاتهم. معلش يا رشيد، مش معنى أن أنت في عقيدتك الفارغة ينفع تتجوز أمك؟ مش معنى أن أنتوا كمنصرين فشلة بتتجوزوا أمهاتكم؟ مثلا مثلا يعني أنكم تلزموا المسلمين أنهم يتجوزوا أمهاتهم. خدت بالك من النقطة دي؟ ده أولا رد إسلامي، تمام؟ لأن لسه أنا ما ردتش رد مسيحي وأنتوا عارفين، أوعى وشك. اتنين بيقول لك محدش فينا بيملك نفسه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من ربك. واحد، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث البيعة، الحديث الذي رواه مسلم برقم 1866، قالت عائشة رضي الله عنها انطلقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللي جم يبيعوا انطلقنا فقد بايعتكن، ولا والله، عائشة اللي بتقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط يبايعهن بالكلام. أظهر لكم الحديث، قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي محمد صلى الله. لا لا لا، ركز لي، لأن أنا هقارن الآن، أنا هقارن الآن بين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعنى صلى الله عليه وسلم، يعني أثنى الله عليه ومدحه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية في صحيح البخاري، بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الإله الذي تعبد يا رشيد، يا زكريا بطرس، يا وحيد العربيد، يا كل المنصرين من فشلة وقنوات التنصير الفشلة، محمد صلى الله عليه وسلم النبي القوي العظيم، النبي المحترم، مش اللي ترك نفسه العاهرة
تدلكه. قال كما في صحيح الجامع ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني، قال في الحديث: إني لا أصافح النساء. هذا محمد، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أصافح النساء، مش يترك نفسه العاهرة تدلكه اللي هي اللي هو الرب بتاعك يا رشيد. تمام، لسه في ضرة بقى جاية، ها لسه، اصبروا اصبروا اصبروا. طيب، أما مسألة تهيجه بالنساء أنا كنت عرضتها في الجزء الأول، لكن لا إشكال نعرضها سريعا في الجزء الثاني، لأن في عندنا ضرر تانية حلوة. ضرر تانية، ضرر تانية، على بس نسمع الأول بيقول إيه ونرجع تاني. محمد هو الوحيد اللي مراته ما تتزوجش من وراه، من بعده يعني، لما يموت فضلت عائشة وهي صغيرة في السن ما تقدرش تتزوج من بعده، لأنه ده هتتجوز من بعده مين؟ هو واحد هيتجوز أمه؟ في الشريعة الإسلامية أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي هن أمهات لنا. معلش، عقيمة عقيمة رشيد الفرغة بتبيح له يتجوز أمه، مالناش دعوة إحنا. هو حرم عليهم يتزوجوا من بعد. أيوه. هو من نوع بشر تاني، يعني مصنوع معجون من طينة تانية، أنتم ما تقدروش. فيش حدكم، فيش حد فيكم يقدر يملك نفسه مثل ما الرسول. حلوة أوي وعاجبني أوي. الحمد لله الرسول لا يمس من لا يحلون له، بينما الرب بتاعك لا. أنا عايز أسمع النهاردة بقى لوقا 7. بسم الله، إيه رأيكم؟ تعال نسمع الجزء الثاني ده، خلينا نسمعه صوت، لأن صوت كده تحس كده في نوع من لوقا 7. بسم الله، هنعمل كده، خلينا الأصحاح 7. أيوة. ولما أكمل أقواله كلها، أيوة، دخل قفر نحوم. حاضر. وكان عبد لقاضي دمشق مريضا مشرفا على الموت. احنا قلنا من اول العدد كام؟ بما رايتما وسمعتما. ماشي. ارسلوا امام وجهك ملاك. ماشي. معتمدين، فبمن اشبه اناس هذا؟ بسم الله. لانه جاء يوحنا. لا، من اول العدد كام يا محمد يا نصيف؟ بسم الله، لحظه يا شباب. لوقا 7 قلنا من اول العدد كام 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 كام؟ من أول العدد 36. 36، أيوة 36. تعال نشغل لكم من أول 36، نشوف الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الرب بتاع رشيد نفسه. أو من جميع بنيه، وسأله واحد. لا بس خلنا دي إنسان أقوله. تعال نسمع كده الرب الأول، اللفظ اللي اتقال على رب رشيد إيه؟ الإنسان يأكل ويشرب، فتقولون هو ذا إنسان أكله وشريب خمر، محب للعشارين والخطاة. بيقولوا على الرب بتاع رشيد، بيقولوا على الرب بتاع زكريا بزرط، على المنصرين الفشلة، أكل شريب خمر، محب للعشارين والخطاة. يا عيني. اللي بعده. والحكمة تبررت من جميع بنيها. ماشي. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه. من أول إنجيل لوقا إصحاح 7 من أول عدد 36. دخل بيت الفريسي وكتب، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقرورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسه، وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. سمعين، ده الرب بتاع رشيد وزكريا بطرس والمنصرين الفشلة. عرفتوا الفرق بين محمد عليه الصلاة والسلام النبي العظيم لا يصافح النساء، لا يمس ايد امرأة لا تحل له، وبين إله سايب نفسه رشيد. انا عارف يا رشيد ان انت بتموت في الداياثة. لا، اللي بعده. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. يعني الرب بتاع رشيد سايب نفسه للخطايا تلمسوه. ينفع؟ ينفع؟ أنا قلت لكم قبل كده أن والله لو كانت هذه القصة في محمد صلى الله عليه وسلم لا هاجمون بها، لكن قال لك بص النبي سايب نفسه للإيه. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فأجاب سمعان وقته
ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تطهر، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. الرب بتاع رشيد وزكريا بطرس ده مقارنة بمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد اللي هو نبي، نبي ما قلناش إله، إنما الرب بتاع زكريا بطرس ورشيد بيحب البوس، يحب يتبس رجله ويدهك. فين يا محمد الدليل؟ اسمع كده، قبلة لم تقبل، كان عايز يتقبل، كان عايز يتباس، فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. كان عايز يدهن، الرب بتاع رشيد كان عايز، كان عايز حد يدهن له يعني. واضح؟ واضح. طيب دي الجزء الأول فين في النقطة دي. طب الجزء الثاني قال كده، قال إيه؟ يطلع معجون من طينة ثانية، أنتوا ما تقدروش. اللي هي حدكم إيه؟ في حد فيكم يقدر يملك نفسه مثل ما الرسول؟ يبقى هو يحق له ما يحق ما لا يحق لكم. يبقى بيتكلم عن الرسول بيقول يحق له من وجهة نظر الإسلام يعني ما لا يحق لغيره. عارف ده معنى ايه؟ معنى الخصوصية، يعني بيتكلم، هو بيعترض على خصوصية الرسول ببعض الأشياء. واضح؟ خصوصية لأنه معصوم من الله، ده معصوم من الله. ايه رأيك تاخد لك شوية خصوصية لأنبياء رشيد نفسه؟ لا، أنا عايزك تاخد شوية خصوصية، خصوصية حلوة قوي قوي قوي. خد بالك أنا جبت النص ده إن في الرب بتاع رشيد لو كان إلها كاملا كاملا يبقى المفروض يحصل له تهيج ويهيج ليه يا محمد يا نصيف؟ لأنه كباقي البشر، وباقي البشر لو امرأة دلكت له رجليه هيهيج جنسيا. ما تنساش إن الرب بتاع رشيد مش بس في العهد القديم بيهيج جنسيا، لا، وفي العهد، مش بس في العهد الجديد بيهيج، لا، وفي العهد القديم كمان، لا. وخد بالك في العهد الجديد بقى مين اللي بيهيجه؟ لو انا سألتكم الان وجاوبوني بسرعة بسرعة وقلت لكم كده، هل الشيطان يهيج بالخير ولا يهيج بالشر؟ وهل الشيطان يهيج جنسيا ام لا؟ بسرعة بسرعة جاوبوني عشان الحق اخد التعليق بتاعكم ووريكم الرب بتاع رشيد وهو بيهيج في القديم، في القديم. جاوبوني بسرعة، هل الرب، هل الشيطان بيهيج بالشر؟ بالشر بالشر بالشر، وبيهيج جنسي خلاص، وهيج جنسيا. صح صح، اسمع كده النص ده، عايزك تسمع وتتفنن الرب بتاع رشيد يتعامل فيه ايه من الشيطان. ده سفر ايوب اصحاح 2. وكان ذات يوم انه جاء بن الله ليمثلوا امام الرب، وجاء الشيطان ايضا في وسطه ليمثل امام الرب، فقال الرب للشيطان من اين جئت؟ فاجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الارض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ ركز، لانه ليس مثله في الارض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. ماشي. والى الان هو متمسك بكماله وقد هيجتني عليه لابتلعه بلا سبب. ايه؟ فرجل كامل وكن بكماله وقد هيجتني عليه لابتلعه بلا سبب. رب رشيد، رب زكريا بطرس، رب وحيد، رب قناه الحياه والكرمه والاراميه، اللي لو فيهم رب، لو فيهم، لو فيهم مؤمن بهذا الرب الهيجان المهيج من الشيطان يرد على عبد الرحمن محمد نصيف يا انسان. حلوة وعجباني، حلوة. الرب بتاعهم هيج مين؟ الشيطان هيج مين؟ الآن هو متمسك بكماله وقد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. الشيطان هيج الرب باعتراف الرب، هيج رب رشيد باعتراف رشيد، باعتراف رب رشيد، هيج رب زكريا بطرس باعتراف زكريا، باعتراف رب زكريا بطرس. الرب عنده هو اللي اعترف انه هاج من الشيطان. في بعض الناس فاكرين ان العبد لله لما بيطلع يعمل مثلا بس بيقعد ايه يعني، فاكر هو فاكر كده ان انا طالع اعمل البث يعني بنظام ايه، ضحك، طالع اعمل ضحك وخلاص. لا والله، ولما وفاكرين برضو ان انا لما باجي اعمل بث واقعد اقول الاله الهيجان، الاله المقبور، الاله المهان، الاله المجرور، وفاكر انا برص قافيه وخلصت. والله لا، كل كلمه بقولها اصلا عليها دليل كتابي، بس ما عنديش بقى الوقت ان انا اقعد كل شويه اجيب لك الدليل. ما انت لو انت متابعني من الاول خالص
هتعرف ان كل كلمه انا قايلها اصلا معاها دليل. يا حبيبي احنا مش بتوع هبد، احنا ما ينفعش نهبد، احنا مش بتوع هبد، مش بتوع نرزع كلام ودمته، لا لا، مش ما مش ب... مش بتاعنا، مش بتاعنا الكلام ده كله بدليل. بس انت لو متابعني من الاول خالص مع فيديو فيديو هتلاقيني في كل فيديو، يعني ساعات اجيب دليل هنا، ساعات اجيب دليل هنا، بس عشان الوقت برص الجمله اللي مدلل عليها قبل كده خلاص. فمجرور اشعير كشات تساق الى الذبح لم يفتح فاه خدت واعمله الرسل. اما فصل الخطاب الذي كان يقراه فكان هذا مثل ثلاث شات سيق الى الذبح والى اخره. مخروم خرموا يدي ورجلي، مصلوب معروفه دي، عريان فعروه والبسوه رداء قرمزيا، مبسوق في وجهه فبصقوا عليه، كله موجود ادله خلاص. بس انت ايه تتابع بس خلاص. طيب نرجع بقى لنقطه ثانيه. النقطه الثانيه اللي هي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الاشياء. محمد هو الوحيد اللي مراته ما تتزوج من وراه من بعده، يعني لما يموت فضلت عائشة وهي صغيرة في السن ما تقدرش تتزوج من بعده لأنه ده هو محرم. عائشة صغيرة في السن، اشتكت لأمك عائشة؟ سؤال يعني، راحت لأمك اشتكت لها قالت لها أنا بتجوزش وأنا صغيرة؟ الله المستعان. ربنا يتزوجه من بعده. مسألة خصوصية النبي، نوع بشر تاني يعني، مصنوع معجون من طينة تانية، انتم ما تقدروش. حلو. مش حدكم فيش حد فيكم يقدر يملك نفسه مثل ما الرسول. أيه. يبقى هو يحق له ما يحق ما لا يحق لكم. بيتكلم على مسألة خصوصية النبي، يعني معترض ليه؟ يعني هو بيقول بينه وبين نفسه، ليه النبي بتاعكم يبقى ليه خصوصيات وغيره من البشر يعني مالوش خصوصية؟ تصدق انا عاجبني الاعتراض ده. ليه يا محمد يا نظيف عاجبك؟ ما انت مش عارف اللي فيه. هو كده اعترض على الرب بتاعه دون ان يشعر، دون ان يدري. مش بس اعترض على الرب بتاعه، بل واعترض على انبياء الرب بتاعه. فين الدليل يا محمد يا نظيف عيني؟ افتح معايا. جدع يا حسن، قولوا له هي اشتكت. لا، اشتكت لامك، مش اشتكت لك يا قولوا له هي اشتكت لامك. تمام. هيرشمك يا فتيحة. طيب افتح معايا سفر الملوك الثاني إصحاح 4 من أول العدد كام يا محمد يا نصيب؟ 32. من أول العدد 32 خد بعض خصوصيات. زي كده رشيد بيعترض على ربه وبيعترض على أنبياء ربه. سفر الملوك الثاني إصحاح 4 من أول العدد 32 بيقول النص كالآتي، استغفر الله العظيم يعني. ودخل اليشع البيت وإذ بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب. ثم ركز هنا بقى، رشيد بيعترض على بعض خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا هجيب لك خاصية كده لنبي من أنبياء رشيد ما ينفعش حد يعملها إلا النبي ده. لو عملها حد تاني استغفر الله العظيم. بيقول لك النبي بتاعهم بقى، ثم صعد واضطجع فوق الصبي، نام فوق الولد، ووضع فمه على فم الصبي. هنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هذا الأمر من إيليا يا رشيد ينفع أنت تعمله دلوقتي، ولا هذا الأمر من إيليا يا رشيد خاص بهذا النبي يا رشيد؟ طلع كده وقام طلع فوق الولد وقام بيس الولد في بقه، في بقه. بص حاطط ايده، تعرفين فكرني ب مش عارف بتاع اللي هي بتقول اني رايتكما معا عيناهم في عيناه وشفتاه. صح مش دي تحس ان هي نبوءه عن الموضوع ده؟ بيقول لك كده يا اخويا النبي بتاعه، طلع اضطجع فوق الولا، ايوه، ووضع فمه على فم الولا، وعينه على عين الولا، ويديه على يد الولا. خد بالك انه اصلا دخل وقفل الباب، قفل كويس عشان محدش يشوف ايه اللي جوه. هل هذه اليست هذه خصوصيه للنبي بتاعكم يا رشيد، ولا انت ممكن تخش تعمل مع العيال؟ انا عارف ان انتوا شواذ، انا عارف يا رشيد ان انت شاذ، رشيد يا حمامي وزكريا بزرق، انا عارف، بس انتوا مش
بس انتوا مش هتصعدوا فوق الولا، لا انتوا بتخلوا العيال هي اللي تصعد فوقكم. ووضع فمه على فم الولا وعينه على وادي على يقول لك وتمدد على الولد فسخن جسد الولد. عادي، طب ما لازم يسخن، وده امر عادي لازم كان يسخن. وثم عاد وتمشى في البيت طار الى هنا طار وصعد وتمدد عليه، بيقول لك فعطس الولد 7 مرات. حقه يعطس 7 مرات من حقه؟ قال لا، ما احنا عاملين حقه انه يعطس 7 مرات. قال لا، ده شيء اكيد يعني، ده شيء اكيد مش كده ولا ايه؟ الشاهد من الكلام، اليست هذه خصوصيه لهذا النبي عندكم؟ ولا انتوا ينفع تروحوا تركبوا العيال الصغيره وتقولوا احنا بنعالجهم؟ يعني انا اضرب لكم مثال صغير. ده يا جماعه الخير فعل احد الانبياء بتوعهم، نبي عندهم فعل هذه الفعله، فعل هذه الفعله. السؤال بالنسبه اليهم، لو جبنا رشيد دلوقتي وجي يعمل الحركه دي مع عيل صغير، اهل العيل الصغير هيعملوا فيه ايه؟ هيضربوه بالجزمه، بالجزمه، يقول لك ده صعد عشان يخف الولا ما يخف، هيدوا له بالجزمه. انا بألف؟ انا بألف ولا كلامي صحيح؟ خلاص؟ ده جدع عبد العزيز كان ناقص يعمل له حقنه شهر جاي. خدت بالك؟ خدت بالك؟ طيب دي النقطه الاولى، ان حاله خاصه بنبي عندهم اللي هو ايليا، ما ينفعش حد يعملها غيره. فلو انتم اعترضتوا علينا اذا اكفروا بإيليا هذا الذي له عطسة مقدسة وقبلة مقدسة وحضن مقدس. يطلع اركب فوق العيال، يطلع اركب فوق العيال، يا عالم يا عالم. طيب دي الاولى. عدي بقى النقطة الاولى، خصوصية الانبياء عند، والمشكلة شوفوا الخصوصية بتاعت انبياء زي رشيد وزكريا بطرس، خصوصية غريبة كده، ليها لها رائحة مختلفة. انت عايز الخصوصية الثانية؟ من عيني. الخصوصية الثانية من انبياء او رجال دين رشيد، ان يكون صخرة. ايه الموضوع ده؟ الاول ده عادي عادي يعني، مفيش مشكلة. ده الاول ده تيكت ايزي شوية. في انجيل متى اصحاح 16 عدد 18، الرب بتاعهم يسوع قال لبطرس: أنا أقول لك أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لا تقوى عليه. سؤال، هذا الكلام الذي قاله يسوع لبطرس عندكم كان لكل البشر أم خاص ببطرس؟ وبطرس عندهم رسول. رشيد بيعترض على خصوصيات الأنبياء أو خصوصية النبي. طب ما أنتوا عندكم نبي له خصوصية اللي هي انه يكون الصخرة. هذا الكلام خارج له حصرا فقط. يعني هذا الكلام اللي هو انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، ده البطرس فقط، ينفع ده لكل الرسل؟ لا، ده البطرس بس، خلاص خصوصية. اذا هو اعترض دون ان يدري على ربه وعلى عقيدته وعلى كتابه وعلى فكره. طيب تاخد الخصوصية الثالثة، تخيل بقى بطرس اللي اتقال له صخرة الكنيسة واتقال له الكلام ده كله وانه جامد وحاجة، صح صح، خصه يسوع بانه شيطان. ايه؟ ايوه، ما تستعجبش، نفس اللي قال له انت بطرس وعليك ابني صخرتي و و و. في انجيل متى، مش عارف الشاشة بتاعه، في انجيل متى اصحاح 16 العدد 32، متى 16 32. يعني انت متخيل لسه من اول ما هو متى، بص متى متى 16 18 قال له انت الصخره وانت اللي عليك ابن الكنيسه وانت اللي جامد قوي وانت وانت وانت، في متى 16 بقى بس 32 بعدها بكام عدد قام قايل له ايه؟ انت شيطان. قال له بالنص كده، قال لنبي، نبي من انبياء رشيد وزكريا بطرس ووحيد والمنصرين الفشله، ونسيت اعمل لهم التحديات، يا قنوات الحياه، كرمة الأرامية، زكريا بطرس، رشيد، المنصرين الذين يحاربون الاسلام، لو فيكم شجاع مؤمن بهذا الرب، رقم الواتس، رقم الايمو والتليجرام والفايبر اهو، لو فيكم راجل اتصلوا حالا، يلا وروا نفسكم، لو فيكم راجل، وانا اشك طبعا يعني، هذا حاجه مفروغ منها يعني. تقدر ترد وريني نفسك، يلا على المايك. خلاص، ملاحظ انه في 18 قال له انت الصخره وانت القوي وانت وانت،
بعدها في 32 قال له ايه؟ قال له انت شيطان. طب انت عايز تقول ايه يا محمد يا نصير؟ عايز اقول انه خصه بكلمه شيطان، خصوصيه خاصه به انه شيطان دون باقي الرسل. هذه الكلمه لمن؟ لهذا الرسول حصرا دون باقي الرسل. هذه الكلمه والتشريع لمن؟ لهذا بولس بس. قال له يا لبطرس قصدي، قال له لبطرس اذهب عني يا شيطان، انت معثرة لي لانك لا تهتم بما لله بل بما للناس. هذه الكلمه لمن من الرسل؟ خاصة ببطرس فقط حصرا. فلما رشيد بيعترض على بعض الأحكام الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أيضا بيعترض على رب نفسه، بيعترض على رب نفسه وبيعترض على الشيطان اللي بيتبعه. بس فهمت علي؟ انت خدت بالك من الخصوصية؟ انت خدت بالك؟ لا ممكن يعترض عليك يا أنس لما تقول له ما سليمان اتجوز ألف، ممكن يقول لك ده اولا ده تشريع قديم، وممكن يقول لك ان يقول لك ايه، يقول لك ان بعضهم بيقولوا ان اسمه ايه، ان سليمان مش نبي اصلا. خدت بالك؟ في بعضهم بيقول سليمان مش نبي وبعضهم بيقول سليمان نبي، فممكن ما تمسكهاش الا لما تجيب له مثلا ايه، تجيب له يسوع نفسه، يسوع نفسه. فاهمني ازاي؟ طيب أمام الناس كلها عرضت أمام الناس أدلة ونصوص أم لا؟ عرضت أمام الناس تحديات. رشيد أتحداك وأتحدى أعلم من عندك، لو فيكم مؤمن، لو فيكم ذكر، وروا لنفسكم. مطلعين لي شوية عيال ما لهمش أي 30 لازم، عيال نكرات صراصير. قال هنتحدى محمد نصير، ده حبيبي يلعب مع الأسد. العبد لله لو وقفت على شعر قفاك وقلعت بلبوص، قلعت بلبوص زي اللي بتعبده وطلعت تهلهل في الشوارع عايز محمد يا نصيف يناظرني، والله لو تحولت القرد ما هعبرك اصلا. انا ارد على علمائك واعلم من عندك، فلا يناظرني الا اعلم من عندك. انما انت او انت كنكرات مالكمش اي 30. ابوك زكريا بطرس يوم ما اتمعظم راح جاب صوره للعبد لله يناظرها، راح جاب صوره يناظرها. واضح؟ واضح. والله المستعان.